السلام عليكم أصدقائي مشاهدي قناة ساس دراما، وأهلا فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله مخصص لأخطاء ظهرت في مسلسل يوسف الصديق أو يوزر سيف. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. وطبعا يا أصدقائي، عرض لهذه الأخطاء هو فقط من باب التسلية والترفيه، ولا أقصد أي تقليل من قيمة هذا المسلسل الرائع. مسلسل يوسف الصديق هو أفضل مسلسل تاريخي وأغلى مسلسل إيراني، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 20 مليون دولار. ولكن رغم النجاح الذي حققه هذا المسلسل، إلا أن هناك بعض الأخطاء الإخراجية مثله مثل أي مسلسل درامي. وبهذا الفيديو جمعت لكم 15 خطأ إخراجي كبير. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. ولكن قبل البدء، فضلا وليس امرا، ضع لايك الفيديو، واذا كنت من محبي مسلسل يوسف الصديق اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد عن هذا المسلسل الرائع. والسؤال اصدقائي اليوم لكم، ما هو برأيك اكبر خطأ وقع به هذا العمل؟ وبسم الله يا اصدقائي نبدأ. الخطأ الاول، عندما دخل يوسف السجن، قائد الحراس هو من حذر يوسف من التشاجر مع السجناء. اشدد عليك ان تتجنب العراك مع سجناء زفيرة، إنهم مخلوقات خطيرة جدا. وبعدها عندما كان يوسف بالسجن، قال له مدير سجن كيدامين، قلت لك من قبل أن لا تتشاجر مع السجناء. قلت لك من قبل أن لا تتشاجر مع المساجين، وبدأت فور وصولك. وليس هو من قال، بل قائد الحرس هو الذي حذره. لا أعرف كيف لم يلاحظوا هذا الخطأ. الخطأ الثاني، حدث هذا الخطأ في الحلقة الأخيرة بعد أن التقى يعقوب عليه السلام بابنه يوسف. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. وجاء خلفهم آلاف الناس، ظهر خطأ كبير حيث ظهرت امرأة وهي تحمل شنطة كتف حديثة. وبالطبع لم يكن في ذلك الزمان شنط كتف، يبدو أنها إحدى الممثلات ظنت أنها بعيدة عن حدود رؤية الكاميرا. وهكذا ظهر المشهد في المسلسل. الخطأ الثالث، وذلك عندما كان أخوة يوسف يجدون طريقة للخروج من مصر دون أن يراهم أحد، ظهرت وراءهم سيارة بيضاء بشكل واضح جدا. وبالتأكيد في ذلك الزمان لم يكن هناك سيارات، لا أدري كيف لم يلاحظ المصور هذا. وهكذا ظهر المشهد في المسلسل. فلنبتعد من هذا المكان على فترات، لا ينبغي أن يرونا جميعا معا. الخطأ الرابع، ظهر هذا الخطأ في الحلقة 28، وأثناء تشييع جنازة بوتيفار ظهر خطأ فادح حقا. ولا أعرف كيف لم ينتبه لها المصور، حيث ظهر خلف القارب مجموعة من الأشخاص وهم يلبسون ملابس حديثة، يبدو أنهم من طاقم التصوير. وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع بها المسلسل. وهكذا ظهر المشهد في المسلسل. الخطأ الخامس، عندما كان يوسف يقرأ قصة لبوتيفار، نرى بشكل واضح أن هناك جرح على شفة يوسف السفلى. أمول لا يعد كونه وثنا من صخر، وليس من الحكمة في شيء أن يعادي المرء صخر. ولكن في المشهد التالي عندما انصرف يوسف لغرفته، شفي ذلك الجرح، ومن غير المنطقي أن يشفي هذا الجرح بهذه السرعة. اللهم اهدي بوتيفار وزوجه زليخ. الخطأ السادس، كنت أظن أن الرماح المستخدمة في المسلسل مصنوعة من الحديد، ولكن في مشهد هجوم حراس معبد آمون على موزعي القمح، تبين لي أن الرماح مصنوعة من البلاستيك. شاهدوا كيف ينحن الرمح عندما حاول هذا الرجل ضرب أحد الحراس. وهكذا ظهر المشهد في المسلسل. الخطأ السابع، هنا يوسف أخبر مالك بأنه نبي. هذا واحد. الوهيل لي من بائع نبي في سوق النخاسة. وهنا أيضا أخبر زليخة أنه نبي. اثنان. أنا في السماوات مكتوب من النبيين، ومعاذ الله أن أكتب في الأرض من العاصين الزنات. ولكن الخطأ هنا، شاهدوا ماذا سيقول يوسف. أما الآن فسوف أخبركم بشيء لم أخبره أحدا قط. أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. كيف لم يخبر أحدا قط وقد أخبر الكثير قبلهم؟ ومن غير الممكن أن النبي يكذب، هذا خطأ واضح من كاتب السيناريو. الخطأ الثامن، عند خروج الكاهن من غرفة بوتيفار كان يمشي بشكل سليم.
ولكن عندما وصل إلى الخارج صار يعرج. لا أعرف ما الذي حصل له، قد يكون وقع على الطريق وأكمل المشهد. الخطأ التاسع، عندما علم الملك أن طعامه مسموم نادى برموا. برموا! برموا! ولكن دخل عليه هولن هوب. نعم يا عالي المقام، ألقي القبض على هذين الخائنين. وفي الحقيقة أن في كل المسلسل لا يوجد شخص اسمه برموا. لا أعرف إذا كان هذا الخطأ هو خطأ المدبلجين أو خطأ من المسلسل نفسه. الخطأ العاشر، عندما كان يوسف يوزع الطعام على العبيد ظهرت تفاحتين فقط في الطبق. من هذا الجانب أخذت واحدة، ومن الجانب الآخر أخذت الثانية، ولكن في نفس المشهد ومع تغيير زاوية التصوير عادت نفس التفاحتين في الصحن. لا مشكلة إلى الآن، ولكن هنا أخذت التفاحتين من نفس الطرف، لا أدري كيف لم ينتبه لها أحد. الخطأ الحادي عشر، من الأخطاء الكبيرة التي وقع بها هذا العمل أيضا هو إظهار أن أم يوسف راحيل ماتت عندما كان يوسف صغيرا. جدد العهد بقبر أمك ولنغادر. وأن عمته هي التي قامت بتربيته، وفي الحقيقة أن أم يوسف لم تمت بل عاشت وجاءت مع يعقوب إلى مصر. والدليل في الآية الكريمة من قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، فالآية هنا تتحدث بشكل واضح أن يوسف رفع أبويه على العرش، أي أجلسهما على العرش. هذا بصراحة خطأ واضح جدا. الخطأ الثاني عشر، كنت أظن أن التماثيل في المسلسل مصنوعة من الحجر، ولكن اكتشفت أنها مصنوعة من البلاستيك. شاهدوا كيف تتحرك عند سقوط الجنود عليها. الخطأ الثالث عشر، حدث هذا الخطأ عندما اقتحموا المعبد. ظهر جندي واحد فقط وقع على الأرض ولم يكن حوله شخص آخر ميت، وفي نفس اللحظة ومع تغيير زاوية التصوير ظهر الكثير من الجنود الملقون على الأرض. الخطأ الرابع عشر، حدث هذا الخطأ عندما كان الكهنة يتجادلون، حيث نرى بشكل واضح أن السيف نظيف تماما، ولكن في نفس المشهد ومع تغيير زاوية التصوير نرى أن السيف أصبح عليه دماء. الخطأ هنا، من أين أتت هذه الدماء؟ إنه كاهن معبد آمون الأعظم الإخماب، ونجاة المعبد فسوف ينجو هو أيضا بعد نجاة المعبد رغم عدم جدوى هذه المقاومة. إلى هنا يا أصدقائي وصلنا لنهاية المقطع، إذا كنت عم تتابعني لهون معناتها المقطع عجبك. فضلا وليس أمرا ضع لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وأنصحكم أصدقائي أن تشاهدوا واحد من هذه الفيديوهات التي ظاهرة أمامكم، والسلام عليكم.